طيب دي الكوره بتاعت المباراه، احكي لنا كده اسرارها لان احنا غلبنا لحد ما جبناها يا حماد. ما حدش كان يعرف مكانها غيري. الكرة دي بعد الماتش انا تاني يوم خدتها. تاني يوم؟ تاني يوم الماتش. انت لقيتها في النادي؟ لا، هو انا لما رحت النادي كابتن سيد وافق ان هو عبد الحفيظ. طبعا دهاني والفرقه كلها مضت عليها. طب ايه اللي اكد لك ان انتوا بتلعبوا ب 10 كور؟ ايه اللي اكد لك ان دي بتاعت الهدف؟ لا، ما هي دي، ما هم 10 كور بتوع الماتش. هو عم حارس وعم ميك عرفتهم، هم جابوها لي. جابوا لك بتاعت الهدف نفسه. اللي هي دي. حلو قوي. فاخدتها. فمضيت الفرقه كلها عليها، وعندي في الدولاب في البلد، في شقتي في البلد، ما حدش بيشوفها ولا بتطلع بره اصلا. وليد سليمان، رامي ربيعه، علي لطفي، موسيماني، الفرقه كلها، سامي قمصان، عمرو السليه، اسماء كثيره، علي معلول، حمدي فتحي، القاضيه ممكن عمرو محب، المترجم الجميل، في اسماء كثيره جدا. لا، في ناس كتير. وكل الجهاز الفني الاجنبي، واحد كاتب لك قفشه وكاتب لك رقمك، وفي امضاءات انا مش في حاجات كتير. في حاجات كتير.